هلا هذا الزيتون هذا كيسيو ولا كيسيو؟ من وين انت يا اخوي؟ انا من مسكن من ريف حلب الشرقي. وين هلا بارك؟ بارك جنب مخيم النور. ايش هو معاناتكم؟ حكي لنا هيك عن معاناتكم. المعاناة بالنسبة للتويليتات ما في. إقاسات صارنا 4 شهور ما أجانا لو كرتون ودخلت على بيتنا. المي مين ضيفة؟ يجي الستير مليان شحوار، مليان نشاح، مليان وسخ، يكب بهالخزان ودير ظهره ويمشي، بس مشان ياخذ مصاري ويروح. تنظيم ما عندنا. يعني ما لكم تابعين لأي مخيم؟ ما لنا تابعين لحد احنا، ولا حد معترف علينا نهائيا. ما في جهات داعمة أو منظمات اجت لنا؟ ما في، تجينا يعني شنو يجيبوا لنا كرتونة بسكويت أو يجيبوا لنا قنينة مية أو كيس حفوظات، يعني شنو تسوي لنا هاي الأمور كلها. من أنت حجة؟ من تقف عاد. هلا وين باركة؟ باركة هون بالمخيم الزيتون. وين خيمتك؟ وين ساكنة؟ خيمتك وين؟ خيمتك هنا. ايش عم تعانوا؟ ايش بدكم؟ ايش بتريدوا؟ لا مد، لا عندي شيء، لا عندي شيء. شاكي حملتي لله، طريقين صار دارنا وقعت في الترفحات، عاد ما تجمع الكهرباء. في عندكم مي هون؟ في مي. عم تجيكم اغاثه؟ جابوا لنا طريق، جابوا لنا 3 طرق. جابوا لنا 3 طرق غذائيه وجابوا لنا هدوم. عم تجيكم اكل؟ لا. خبز؟ ما عم بيجينا طاوي. خبز؟ يا اخي وقع الله يرحم ابوك، ما بعرف. اذا عم بيجي لغاد انا هون مره بارك ما بعرف. انت عم بيجيكي؟ لا انا بروح بجيبهم على الكروزه من غاد، انا ما بروح بجيبوا اكل بس العجين بترقد، انا ما بحسين. ما عندك هون معيل لك؟ ما عندي معين يا اخي غير الله. ابني عيونه راحت وقعد دارنا، بنت ابني عيونه راحت وانا عيوني راحت، و3 صبايا تحت رديم طالع على البلدوزر، ورجعت الطيارة راحت رجعت هدت النهية عند مجمع الكهرباء دارنا. من أنت حجي؟ احنا من شرق سفيرة، لاجين لنا 4 سنين ما شفنا بلادنا. هلا وين بارك انت؟ باركين هون مخيم الزيتون العشوائي. هلا شو جاي تستلم من هون؟ جاي نستلم خبز وشعيرية. ايش عم يجيكم غيره؟ ما يجينا غير الخبز وشعيرية، هذا اللي يسلمونا، ويسلمونا لباس بالا. واليوم لينا 4 أشهر بالمخيم ما استلمنا خالص ولا شيء. ايش قد عددكم هون بالمخيم كله العشوائي؟ عددنا تقريبا 1100 خيمه، 1150 خيمه. الحريم هون بيروحوا 30 40 حرمه هون على خزانين، وهون طالبنا مخيم النور على خزانات ما اعطانا. الريد بس 3-4 خزانات وصرف صحي وحمامات. والريد اكل معينه ما عمال ينطونا خالص. يجي المعونه للكرفانات قال وانتم مالكم، اسفنج ما عطونا، سجلونا وما عطونا، قال انتم عشوائي ما لكم شيء خالص. طيب وين بدنا نروحنا يا ابن الحلال؟ انطونا اخيو اي شيء ننتسب له، بس يعطينا اكل يعطينا شيء